على نوع مختلف من الاجهاد كمان، يعني اجهاد ذهني بالظبط كده. والله ده في كوره امبارح قفشه تقريبا ولا مين يا ربي، ده لو دماغه بيفكر صح ده هيسند، مش هيعمل حاجه، مجرد انها تتسند جول. أيوة. الاجهاد الذهني انا عايزك تشرح للناس، يعني الناس دايما بتبقى فاكره انه الاجهاد بس انه عضلي. الجسم والعضلات تبقى منهكه او عليها حمل زياده فمش قادر يبذل مجهود، لكن في اوقات كتير جدا بيبقى الاجهاد الذهني، وخصوصا في الفرق اللي بتلعب بطولات كتير، وخصوصا في الفرق المطالبه بانها زي الاهلي يعني انها تحقق كل لقب، بيحصل حاله اجهاد ذهني عند اللعيبه. تشرح للناس يعني ايه اجهاد ذهني، وده بيأثر ازاي على مستوى اللاعب، وبيأثر ازاي على سرعه وطريقه اتخاذ القرار، وازاي نطلع منها او ازاي نشتغل على الحته دي؟ بص يا حميد، زي ما قلت لك النادي الاهلي مختلف شويه. النادي الاهلي بطولاته الكتيره بتخلي اللاعب يقعد يفكر مره واثنين وخمسه وعشره. اللعيبه الكويسه اللي موجوده في النادي الاهلي كل واحد عايز يحفظ مكانه، كل واحد عايز يلعب، كل واحد عايز يبقى نمره واحد. مظبوط. نمره اثنين عايز العب منتخب، نمرة ثلاثة عايز احترف بره. الكلام ده كله ما بيجيش يعني هباء، او بيجي كده لمجرد ان انا بقول لا خلاص انا هلعب الماتش الجاي كويس، فممكن لما يبقى فلان موجود هيتفرج عليا. فانا الكلام ده كله بياخد منك وقت كتير جدا. بالاضافه انك انت مطالب بالفوز، يعني اي فرقه تانية غير النادي الاهلي مش مطالب، حتى لو انت تعادلت او انت مثلا اديت، وقلنا زي ما كان بيتقال ان احنا يا جماعه ادينا بشرف، وان احنا ادينا اداء مشرف، وان احنا الاداء ده كله ما ينفعش مع النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاهلي ولا مجلس اداره النادي الاهلي ولا حد خالص. انا بيهمني الثلاثه بونت في المقام الاول، دي نمره واحد. نمره اثنين عشان ابقى ذهني دوت، هرجع للجزئيه دي مهمه جدا. انا عشان ابقى ذهني انا صافي ورايق وشغال كويس جدا، لازم يبقى عندي ثقه في نفسي، لازم يبقى عندي هدوء مع نفسي، لازم انفذ التعليمات المطلوبه الموكله ليا وانا راجل موجود في الملعب بحذافيرها.